سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. بصلي سلام الرب لكل نفس محتاجة حضور الرب اليوم. بصلي حماية اليوم عليكم وعلى الأبرياء المحتاجين رحمته اليوم. نذكر يا رب أمامك النهاردة إخواتنا المهجرين ومن هم في العراء بأطفالهم وكبارهم ويعني كبير وصغير يا رب الآن في هذا الشتاء القادم عليهم بلا رعاية. يا رب تدخل أنت اليوم بمراحمك الكثيرة عليهم وكن أنت المعونة يا رب والخلاص لكل مظلوم ومكلوم. النهاردة بنصلي ده في اسم يسوع المسيح، أمين. حلقتنا النهاردة بعنوان الجهاد الإسلامي وشيوخ الغرب. في وسط الأحداث بين إسرائيل وغزة ومع كل الفظائع اللي شاهدناها في الشهور الماضية، شفنا تحول كبير في الغرب. الغرب اللي بيحترم حقوق الإنسان ويأوي الكثيرين من المهاجرين من العرب المسلمين، اللي الحقيقة غيروا شكل الحياة فيه تدريجيا ولكن بشكل كبير جدا. اللي كان بيحصل في السر بقى يحدث في العلن بكل جراءة. شفنا مظاهرات في مدن العالم كله وتكبيرات وتهليلات وتهديدات وتنديدات و انهم يعملوا رسم على الحيطان و رسم على الآثار الهامة في المدن اللي هم عايشين فيها و تشويه لمعالم الحضارة الغربية. شفنا كمان الجموع بتنادي بحرق اليهود وقتلهم أينما كانوا، وعبارات من النهر إلى البحر وخيبر خيبر يا يهود وكل ده، واضطهاد اليهود في أماكن عملهم، عبادتهم، دراستهم، الهجوم على معابد اليهود، حبس الطلبة اليهود في الجامعات تحت تهديد قيادات الجامعة والجموع الغفيرة اللي بتروح تنادي بقتلهم أو بطردهم. يعني شفنا إنه في تغيير كبير. الموضوع ده انتشر في دول كتير، وده غريب قوي على الدول دي لأنها دول متحضرة. الدول المتحضرة اللي بتنادي بالاحترام والمساواة والحق والحرية، حرية المعتقد، حرية التعبير، حرية الحياة، احترام الإنسان، كل ده غريب على طبيعة هذه البلاد الغربية المفروض أنها متحضرة بتنادي بحقوق الإنسان. التطور الآخر بقى هو النهاردة موضوع حديثنا اللي أنا عايزة أركز عليه معاكم النهاردة. إني صدمت جدا لأن شيوخ الغرب اللي كانوا بيتكلموا يعني مثلا تسمع خمسة ستة معروفين مثلا في لندن يكون عندهم اتجاهات جهادية سلفية، بيخرجوا يتكلموا عن الإسلام كما هو، بيتكلموا عن كل ما ننتقده في الإسلام وكأنه هو ده الطبيعي للإنسان. خمسة ستة هنا وهناك. مثلا في أمريكا كان في الجوامع اللي بتتكلم على الجهاد وإعداد الناس للجهاد وغزو الإسلام لأمريكا وكده، كانت بعض الجوامع اللي ممكن تكون معروفة مثلا في نيويورك، في شيكاغو، في أماكن معينة يعني ينتشر فيها هذا الفكر، إذا كان فكر سلفي أو يكونوا إخوان مسلمين، أماكن تجمعهم كانت معروفة. لكن الآن خرج بقى اللي في البطن، اللي كانوا مستخبيين بقى. شيوخ المسلمين خرجوا بالأجندة الحقيقية للإسلام في الغرب، الجهاد في سبيل الله، التمكين، الخلافة، وأيضا تعليم الأبناء قيمة الجهاد في سبيل الله. نعم، يعني احنا هنا بنتكلم على حاجة كانت بتحصل في الخفاء من سنين. هناك شباب كانوا معدين
لتطعيم الثقافات الغربية بالأجندة الإسلامية بطريقة تكون يعني تناسب فهم شباب الغرب. يعني شباب الغرب بيهتموا جدا بالمساواة، العدل، حقوق الإنسان، كلام من ده، فيقولوا لهم إنه الإسلام في هذه القيم، وإن ما يحدث هنا يعني يطغى على حقوق المسلمين، وياخدوا مثلا قضية إسرائيل وغزة ويتكلموا على المضطهدين من الفلسطينيين والجهاد أو الصراع الإنساني الموجود هناك. لا ننكر أن هناك صراع إنساني موجود بين إسرائيل وغزة وحال الناس على الأرض من الناحيتين، لا ننكر ده، ولكن لو كانت الأجندة الإسلامية أو الأجندة لهؤلاء هدفها تحسين حياة الناس دول، إيجاد حل، لكانت بشكل آخر ومختلف تماما عن ما نراه اليوم. فالنهاردة هنشوف الصورة بقى اللي طلعت من البطن، يعني كل وعاء ينضح بما فيه، وفي الآخر من فمك أدينك. فأنا النهاردة لن أضيف الكثير من آرائي الشخصية ولا حاجة، أنا بس هوضح اللي هم بيقولوه. نشوف بقى الجهاد الحقيقي، نسمع من الأقوال اللي من فمهم اللي كشفت عن حقيقة الإسلام وحقيقة هؤلاء. نشوف الأول الفيديو الأولاني معانا، وهو الشيخ أحمد موسى جبريل من ولاية ميتشيغان الأمريكية، وله ملايين من المتابعين على الإنترنت. تفضلوا معي. Yes, there's holy war in Islam. It's jihad. This may be a surprise to many who grew up in the West, especially those who were born or grew up post 9/11, because of the growing number of the munafiqeen who are spreading American Zionist Islam. And it has nothing to do with Islam. That version of Islam is an Islam that suits the enemies. The one who's been spreading that there's no holy war in Islam has been defecating zandaqa out of his mouth for the past 20 years. Downplaying the legislation of Allah and the hudud. The Muslims in the West, especially the youth in the West, especially the youth in America, need to wake up. The current events are a wake-up call for Muslims to start normalizing mentioning jihad's proper meaning and putting it back into their vocabulary. Yeah. Jihad must be a common, normal term on the tongues and on your social media and in the masajid and elsewhere. It's time the mothers nurse their infants with the love of jihad and the ambition of wanting to become a mujahid and a shaheed. الحقيقة إن اللي قاله ده هو بيتكلم عن إنه الجهاد الحقيقي في الإسلام هو الحرب والجهاد الإسلامي اللي لازم يكون على الأرض. أوكي؟ أنا هقول المعنى بصورة سريعة. وبيقول إنه الشباب اللي اتولدوا هنا خاصة بعد 9/11 اتغير فكرهم شوية، وبيقول كمان يعني بيسمعوا الكلام عن الجهاد الإسلامي المايع، يعني كمان يتبرز في أذانهم ويبعدهم عن الجهاد الحقيقي الإسلامي. وده تقريبا بدعة، يعني هو بيقول ده بدعة، إنه ما فيش حاجة زي كده، ما فيش تعاطف مع الغرب أو عمل مع الغرب، وخاصة إنهم لازم يعرفوا الحقيقة عن أمريكا، وإنهم يتعلموا إزاي إنه الجهاد الإسلامي الحقيقي هو الغاية للمسلمين. بيصحي متابعينه على الجهاد وأهميته، بيقول إن الأمهات في أمريكا يجب أن يرضعوا أبنائهم حب الجهاد والتطلع أن يكونوا مجاهدين وشهداء. وبيتكلم عن الغرب الكافر، إنه الغرب الكافر ده هو عدو المسلمين. طب أنت هنا ليه؟ هل الصورة بقت واضحة دلوقتي؟ إنه دول كانوا موجودين وما زالوا موجودين لهذا الهدف، لأنهم يدربوا أبنائهم
وتابعيهم ويبرمجوا العقول على أنه الهدف هو هزيمة الغرب الكافر على أرضه. أنت هنا أو هناك بتاكل من خير البلد، عايش في خير البلد، متجوز لك 3-4 ضد قانون البلد، وأكيد بيقوموا بي يعني اللي بيتكلم اللي بيقدم هذا الفكر أيضا يعضد العمل الإرهابي على الأرض. المفروض أن حكومات الغرب تنتبه إلى هؤلاء. ده واحد. النهاردة أغلبية الناس هيكونوا من أمريكا، لكن في من لندن، لكن في من ألمانيا، لكن يعني الحقيقة البرنامج مش هيكفي أن أنا أحط كل ما ظهر الآن، بسبب أن هناك يعني كانوا بنوا الأرض، وضبوا الأرض، الشباب الصغيرين تواصلوا مع الغربيين، وآدي النتيجة. فأين حكومات الغرب من هذا؟ هل دلوقتي وضحت ليك الصورة؟ الفكرة انكم لازم ترضعوا ابنائكم فكرة الجهاد والشهادة. سؤال تاني، ايه اللي حصل لضمائر المسلمين في الغرب؟ في الحلقة اللي فاتت سألتني احدى المتصلات، فين المسلمين اللي بيدافعوا عن يعني عن المكان اللي هم عايشين فيه، عن بلادهم؟ فين المسلمين اللي بيقفوا ضد الإرهاب الإسلامي؟ هل تغيرت ضمائر المسلمين؟ هل كلما ظهر هؤلاء نجتمع إليهم لأننا إيه؟ لأننا لازم نروح لراية الإسلام، مش كده؟ نحتمي بالغرب ثم نخونهم في بيوتهم وأراضيهم وأملاكهم. ده بيفكرنا بإيه؟ ليه؟ لأن الإسلام غير مبادئ الإنسانية وشوهها، فأصبح الحق باطل والباطل حق، والكتاب بيقول ويلا لمن يقول على الحق باطل والباطل حق. خلينا نشوف الفيديو القادم ده لشيخ من مدينة جامعية في كاليفورنيا. أوكي. لا نعدي الصورة لأن أنا شرحتها خلاص، فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي لشيخ من مدينة جامعية. وأيضا عايز أقول لكم حاجة، إن الشيخ ده شاب صغير، فهو بيكلم مين؟ هو بيكلم الشباب اللي زيه. خلينا نشوف الفيديو. Whoever loves to meet Allah, Allah would love to meet them. Whoever hates to meet Allah, Allah would hate to meet them. This is a chance for us. Allah is giving a golden opportunity. He does this every now and then with His divine wisdom. وبيقول إنه إحنا عندنا فرصة دلوقتي أعطيت لينا من حكمة الله. For many of us, this is the second, third, or fourth, maybe in our lifetime, where Allah is trying to wake us up. So الفرص دي ما بتجيش إلا مرة ولا مرتين في الحياة. Can you imagine how desperate? وبيقول شايفين قد ايه الصهيونيين دلوقتي يعني عايزين ياخدوا مكانهم. هذا هو الوقت اللي نتحد فيه، وده الوقت اللي حتى لو اخذنا يعني بيقول وي تيك ا بانش، يعني لو خدت لكمه من اجل الله، لو انت ضحيت بحياتك من اجل الله، ده ما يجراش حاجه. هو قال حاجه تانية كمان، انه الفرصه اللي اداها لنا الله دلوقتي زي حادث 9/11 او اللي بيحصل في غزه النهارده. من الغريب انه يكون شاب عايش في امريكا ويتكلم، وهو دي برضو بلده، ودي برضو يعني البلد اللي هو المفروض بيخدم الرعية فيها، المفروض ان هو يحثهم على التعاطف مع المكان، مع الناس اللي حواليهم، انهم يتعاملوا معهم بالحسنة ويعيشوا معهم بالحسنة. مش ده الكذب اللي كنا بنسمعه واحنا صغيرين في الإسلام؟ وتكون لطيف مع جارك، والنبي وصى على 7 جار، وكان يهودي مش عارف ايه، وبعدين في الاخر نكتشف ان كل ده غير حقيقي، لانه هناك هدف واحد، وهو أن الإسلام يسود على المكان اللي هم فيه. حادثة 11 سبتمبر كانت من أسوأ الحوادث اللي مرت بيها
أمريكا والناس الشعب اللي انتوا عايشين منهم ومتجوزين منهم وبتاكلوا من خيرهم كانت الصدمة غير عادية بالنسبة لهم. لكن هذا الشيخ بيقول إن 11 سبتمبر كان فرصة لتعلية اسم الإسلام، كان فرصة لينا إننا ننتشر بصورة يعني أكثر فايدة لإله الإسلام. وبعدين يقول في الآخر وهو بيختم كده، إحنا لازم نتحد ونقف أمام اللي بيحصل، وحتى لو خدت بوكس عشان هذا الإله ما يجراش حاجة، يعني حتى لو مت، حتى لو استشهدت، حتى لو اتسجنت، أنت بتعمل ده كله في سبيل الله. وبعدين يقول حتى يرى العالم أننا ناس عندنا أخلاق. ما هي الأخلاق من منظور الإسلام؟ أنا أشفق كثيرا على الأشخاص دول لأن الله يحبهم أيضا، ولأنه الإسلام هو من شوه هذه الأفكار في حياتهم. إزاي منظور الأخلاق؟ شايفين الميزان مقلوب. الأخلاق اللي تقول أحترم غيري، أحب غيري، أقدم لغيري، أقدم ما هو للبناء، أقدم ما يفيد مجتمعي. لكن الإسلام يرى شيء واحد، راية الإسلام وفقط، علو الإسلام وفقط. شوف الشيخ ده اللي بعد كده برضو من مدينة أمريكية، بس ده شيخ شيعي بقى، وهيقول لنا المشكلة مع إسرائيل إيه. ومن هنا نقدر نشوف إنه المشكلة، يعني مشكلة الجهاد بين الإسلام واليهود دي برضو من الأمور الإسلامية اللي تسيطر على فكر المسلمين في الغرب بالكامل. أدينا شفنا النتيجة، خلينا نشوف هيقول لنا إيه. The problem that Palestine has, the Palestinians have with Israel is not about borders, that's about existence. المشكلة اللي احنا لازم نفهمها، إذا كانت إسرائيل كانت دولة مسيحية أو أي دولة أخرى غير دولة اليهود، ما كانتش الكراهية بقت بالشكل ده. الموضوع زي ما هو دلوقتي لأنها دولة يهودية، والموضوع لا يختص بالمشاعر، ملناش دعوة بالمشاعر، ولكنها حقائق. حقائق من أي جهة؟ أنت تقدم حقائق إسلامية قرآنية من سنة محمد، معلمه لنا جميعا اللي من خلفية إسلامية، الإسلام لألف وربعمائة سنة لأنهم يهود. علي الفكرة شوية عن أننا بنتكلم عن إسرائيل وغزة. الإسلام يميز بين الناس وبعضها، ويقول لك ما فيش هنا، ما فيش أسنان مشط، المشط اتكسر خالص، المشط ما بقالوش أي يعني نظام، ما فيش تساوي ولا أي حاجة مدام في كلام عن اليهود. لأنه محمد كان عنده كراهية شديدة لليهود، لأنه في واحدة من اليهود قالت له لا أنت مش نبي، وكتير سألوه أسئلة أحرجته معرفش يرد عليها، لأنهم كان عندهم الحق وعارفين كلمة الله. فكان هو لما بيجي يتكلم معاهم كان دائما بيحرج وبيقدم الكلام بقى، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل لنا حاجة عن الساعة، يقول لهم طب استنوا شوية، يستنى الوحي وما يطلعش حاجة. هددوا استمرار نبوته لأن كان عندهم الحق. دائما الحق يحرر، دائما الحق يحرر. ركز على أنه الإسلام يميز بين الناس،
ركز على أن الإسلام لا يعطي رحمة للغير، لا يحترم حياة الغير، لا يحترم اختيارات الغير، لأن الخلفية بتاع ده إله الإسلام الذي يريد أن يجعلكم دائما مأسورين بالشر. إنما الله يعطينا الحرية، الحرية في أن نختاره، الحرية في أن نحبه، الحرية في أن نختار إننا نبعد ولا نقرب، علشان لما نقترب منه تكون بإرادتنا الكاملة فتكون محبة صالحة. الإله المحب لا يرغمك على شيء، الإله المحب يجعلك مثله. فإن كان إله الإسلام يميز بين الفرد والآخر، الرجل والمرأة، اليهودي واليوناني، فهو ليس إله. لكن المسيح علمنا أنه لا فرق بين يهودي ويوناني، رجل وامرأة، عبد حر، الكل في المسيح واحد، واحد أبناؤه. نرجع بقى للشيخ اللي بيقول لنا الأمر لا يعتمد على المشاعر ولكن حقائق، حقائق إسلامية. افتكر الفكرة دي. أحاديث محمد عن معاملة اليهود، حروب محمد ضد اليهود، عدم موالاة اليهود والنصارى مثلا، ده يعني ده الآيات القرآنية المليئة بالكفار وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، الكلام ده كله اتزرع، اتزرع، بقت دي حقائق الحياة اللي بيعيشوا بيها للأسف، ويوردوها للأجيال القادمة في اسم يسوع. يا رب أصلي من أجل أن تكسر هذه الأفكار في قلوبهم وأفكارهم، يا رب أصلي من أجل أن تزاح الغمامة من على أعين الكل، من الشيخ للشاب للصبي للست اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب، بإعجازك أنت يا رب تذيل هذه الغمامة عن أعينهم في اسم يسوع أصلي. خلينا نشوف فيديو لشيخ آخر، نشوف إزاي بيتكلم وهو بيتكلم لناس، طبعا ده شيخ هتشوفه دلوقتي يعني سلفي قح، اوكي، ده بيتكلم مع ناس بيعلمهم عن معاملة اليهود والنصارى في ايام عمر، وبيدي أمثلة عن كيف يجذب الإسلام الأطفال، وعلشان لما يشوفوا إهانة أهلهم هيقولوا لا ده الإسلام كان أحسن كتير. اسمع معايا وشوف كيف يعقل هؤلاء الخير شر والشر خير، الحق بقى باطل. خلينا نشوف. رسول الله said don't greet the Jews and the Christians before they greet you. ما تحييش اليهود والنصارى قبل ما يحيوك. الإمام مالكي said the same thing as well. In fact, Umar ibn Khattab, رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن عمر بن الخطاب، بيقول إنه محمد قال إنه لو كان في نبي تاني كان بقى عمر الخطاب بعد. العهد العمرية كان بيقول إنه الكافر والمسلم ما يقدروش يلبسوا نفس اللبس. إذا أنت شفت كافر بلبس كويس تقلعه تديهوله، إذا يحط جرس وهو ماشي، ولازم يلبس جزمة بلونين، وما يمشيش على الطريق المرصوف، يمشي في نص الشارع بعيد عن الناس، ويركب حماره ومدلدل رجليه من الناحية الثانية. فبعدين يقول لك انه لما الطفل يشوف ابوه وحلق شعره مثلا، لازم يحلق شعره وما يسيبش الا حاجة بسيطة علشان مش بس يميزوهم، وده فعلا كان بيحصل في عهد عمر. دي كانت حياة اليهود والمسيحيين واللادينيين في حياة عمر. يعني تمييز الغير بالشكل ده زي اللي عمله بالظبط هتلر في الحرب العالمية الثانية، لما ميز اليهود، لما ركز على اليهود، لما قتل اليهود. خلي بالك انه الفكرة دي مش بعيدة عننا، لانه في الاخر عندما ينتهي المسلمين في اسم يسوع، لن يحدث ولن يكون في اسم يسوع، لكن الفكرة الاساسية عندما ينتهي المسلم من
اليهود في مكان ما ينتقل إلى النصارى، زي ما محمد قال أخرجوا اليهود والنصارى من 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 جزيرة العرب. يعني بيتنفس آخر نفس لي مكشور إن اليهود والنصارى ما يكونوش موجودين حوالينا. مين تاني؟ كل ما يعتقد أو يقول الإسلام إنه كافر، والإسلام يكفر اليهود والنصارى في الآخر برضو، مش كده؟ وأجين الصورة المقلوبة، بيعلم ناس عايشين في الغرب وهم قاعدين بيهزوا راسهم وبيقولوا له الله على اللي بيقوله. بيكمل الكلام، على فكرة الفيديو طويل، وبيكمل الكلام وبيقول إنه الطفل بيشوف أبوه وهو راكب الحمار فيقول له أنت راكب الحمار كده ليه؟ مش زي المسلمين. أنت حلق شعرك مش زي المسلمين. أنت ماشي بجرز مش زي المسلمين. فيقول لا ده الإسلام حلو بقى، فيأتوا الأطفال كلهم للإسلام. ويقول لما الست تشوف جوزها بيتهزق تقوم تفضل أبو جهل أبو مش عارف إيه أبو عبيدة اللي حتى لو سنانه مكسورة هو أحسن من جوزها، لأنه يقدر يجبر جوزها على أنه يسيب بيته وياخد هدومه. الإسلام ينتشر بالمذلة وليس بالمحبة. الإسلام ينتشر بإذلال الناس. الحق باطل والباطل حق. الإسلام ينتشر بقهر الإنسان، لأن هذا الإله هو القهار. لكن المسيح هو من جاء ليكون معونة لينا، مشي على نفس الأرض اللي احنا ماشيين عليها، شال أعباء وشال أحمال الكثيرين، شفى مرضى، كل ده انتوا عارفين كل ده. لكن في منظوري أنا أرى المسيح يسير في متاعب الآخرين وهو معاهم حاسس بيهم، عطشانين هو عطش، جعانين هو جاع، تعبانين هو تعبان لهم وتعبان معاهم، تألم من أجل الكافرين. هذا هو الله المحب. شايف الفرق؟ شايف الفرق؟ عايزة أوريكم حاجة، كنت بدور كده على مقولات للجهاد، عن الجهاد الإسلامي، قلت أشوف كده يعني الأفكار اللي بتطلع للناس. فهنشوف الصورة اللي جاية دي، وعايزة أقول لكم أنه دي أول صورة شفتها، وأول صورة وقفت عنها وقلت دي لازم هقدمها لكم يعني لسبب ما. الصورة هنا هي آية قرآنية عادي، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ماشي ماشي لحد كده. أوكي، نشوف بقى السلايد اللي بعده. اكتشفت بقى أنه الصورة دي اللي انتوا شايفينها ببندقية ومش عارف، تحس أنك يعني بعد شوية هتشيل ده وتحط وش أبو عبيدة وراها وحماس و وكل المجاهدين الأشرار. اكتشفت إنها جاية من ويب سايت للتعليم التربية الإسلامية. فبيقول لك بقى إيه، إنه الأساليب التربوية، بيقول كده إنه الأساليب التربوية العامة، الجهاد يعتبر إعداد الروح القتالية وإيجاد الدوافع والمحركات الاعتقادية اللي بيملوا بيها مخ الناس، اللي بيملوا بيها قلوب الناس، اللي جاية من العقائد الإسلامية. من أهم مسائل الحرب، لأنها هي التي ترغب وتشجع على الذهاب إلى الحرب، وتشكل بالتالي حافزا للقتال والصمود واستمرار بذل الجهود. دائما إله الإسلام يستخدم البشر ليكونوا أدوات حرب في سبيله. أما سئل محمد عن يعني إيه أكتر حاجة تدخل حد الجنة، قال هو الجهاد في سبيل الله هو أفضل حاجة، هو ده بقى اللي يدخلك الجنة حتف أو حذف، مش عارف. You know، الجهاد هو السبيل إلى الجنة في سبيل الله. ف
فنعلم الأطفال ونبرمجهم فيطلع لنا أطفال للمدارس وهم رابطين حماس حاجات على رأسهم ومسكين مسدسات خشب وعمالين يهتفوا حماس، واللي يقولك أنا عايز أعمل عملية دهس وأنا عايز أعمل عملية طعن، 7-8-10 سنين صبيان وبنات، ويطلعوا الأمهات اللي يقولوا لا أنا ضع مني 3 والرابع موجود ياريته كمان يروح. تغير القلب اللحمي إلى قلب حجر. يا من تعتقدون أنكم تمتلكوا البشر سواء كنتوا أباء أمهات حكومات، اعرفوا أن هؤلاء خليقة الله، خليقة الله المحب، أبناء ينتظر أن هم يعرفوا. شفتوا بقى إيه اللي كان مميز في هذه الصورة؟ إنها أداة تعليمية للأطفال والشباب. نحن غير مندهشين، يعني إحنا ما فيش حاجة تدهشنا في الموضوع ده. عندنا قد إيه في الأزهر من الكتب التعليمية في الأزهر لجميع المراحل، بتتكلم عن عقبة بن نافع وعن مش عارف ايه وطارق بن زياد والجهاد الإسلامي والفتوحات الإسلامية والغزوات الإسلامية وغزوات محمد كم غزو عملها محمد في السنين القليلة اللي عاشهم، في 20 سنة ولا حاجة كان بيعمل له 3-4 غزوات ولا سواري في السنة. كلام لا يعقل. عندما يقضي نبي حياته في حرب، هو جاء ليحارب مش ليهدي الناس إلى إله يعينهم على الحياة. عشان كده لما مات استمرت الحروب واستمرت الغزوات الإسلامية، لأنها كانت لبناء دولة الإسلام، ما كانتش لبناء حياة الإنسان. الله مهتم بحياتك أنت، مش مهتم انه يستخدمك أداة في ايدين إله الشر، مش مهتم انه يستخدمك أداة علشان هو يستفيد. احنا ما بنفيدش ربنا في حاجة، هو منبع الحياة لنا. خلينا نشوف الفيديو ده كمان لشيخ آخر من ديربورن. طبعا إن حضارة فرنسا والغرب أعتقد اللي قبل ده حضارة كاذبة خاطئة، حضارة إلحاد وكفر. أوكي. فهم يكرهون دين الله الحق. طيب. دين التوحيد. لو نوقف ده حضارتهم معلش سامحوني، احنا أنا حطيت الفيديو الغلط، لكن خليني أشرح لكم اللي أنا كنت عايزاكم تشوفوه. برضو شيخ شيعي في يعني جمع كبير من الناس وعلى منبر بقى وناس واقفين وراه بالرايات، ويعني حاجة يعني شكلها تنظيم محروس من الحكومة. عارفين ليه؟ لأن حكومات الغرب، حكومات الغرب بتعمل إيه؟ انت ممكن تبقى عايز تعمل مؤتمر، عايز تعمل مسيرة في الشارع، فتروح تاخد تصريح من الدولة، والدولة تقولك اه انت ممكن تعمل كده، وكمان يحطوا لك حماية. هي دي الدول اللي انتوا عايشين فيها واللي بتتكلموا ضدها. فالشيخ ده بقى بيقولك ايه، انه يعني انه دلوقتي احنا في حالة فخر شديد باللي حصل في غزة، وانتصار الإخوة المجاهدين اللي أصبحوا معجزة إسلامية، أسود الإسلام اللي جابوا النصر يعني للمسلمين كلهم. أنا مش عارفة هو شايف النصر فين، يعني ناهيك عن انه ما تعتبره معجزة انسانية، هو ما لا يوصف الا انه اجرام بحت، انه لا انسانية.
لا يمكن انه ده يكون معجزة، دي يعني معضلة حد يفسرها في التاريخ، ان حد يفسر ده في التاريخ على انه معجزة، ده يبقى معضلة يعني، مش ممكن انه ده يحصل، لان ما حدث من انتهاك لإنسانية الناس، من اغتصاب للنساء، من الاستخفاف بالناتج على أهل غزة، الاستخفاف بحياة الغزاويين، الاستخفاف بالأطفال والنساء والعجائز اللي ماتوا already، يعني في ناس ماتوا بسببكم، أنتم لم تسألوا شعب غزة قبل ما تروحوا تعملوا كده عشان تيجي تقولي دي معجزة. طبعا ده يعني شيخ إيراني، وبيقول إحنا يعني بيشكر الله قد إيه إن هو في عصر الخميني ده حصل حاجة زي كده، ويسميهم أسود الإسلام. ويشكر الله على نصرتهم، إحنا مش شايفين أي نصر ولا أي حاجة، إحنا مش شايفين غير خراب لبلد كانت مفتوحة والناس عايشة فيها، وكان عندهم البلد، ما تشوف الفيديوهات لغزة قبل وبعد تشوف انه ما كانوش محبوسين في سجن كبير ولا اي حاجة، وانهم كانوا عايشين حياة وبيروحوا البحر، وعندهم اماكن يعيشوا فيها، وعندهم منتجات بيبيعوها ويشتروها، والناس بتطلع وتخرج والكلام ده كله. المضطهد الوحيد ليهم كان داخل غزة، بيسميهم بقى المجاهدين الشرفاء، وبعدين بيقول انه الله اعاننا. ودي بقى لب الموضوع عندي، معونة الله للمسلمين دائما على القتل، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مش انت اللي رميت عشان تقتل، ده الله اللي انا اللي اخترت اهو، واحد اتنين تلاتة وينزلهم كلهم، ويد الله فوق أيديهم. دائما هذا الإله هو القاتل. مين اللي بيقول عنه الكتاب المقدس لأنه كان قتالا لجميع الناس؟ الشيطان. لا يمكن يكون الله اللي جاء ليكون لك حياة ويكون لك أفضل، الاتنين لا يتفقوا. المتكلم خلف هؤلاء هو إله الشر. وبعدين يقول إيه؟ كيف تجرؤوا على نعتهم بأنهم داعش، هؤلاء المجاهدين الشرفاء؟ يعني شوف، خليني أقول أنه أنت شايف النصر من 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 عينيك أنت، أوكي؟ وتقول انه احنا مضغوطين وكده، والله ادانا نصرة، واله الاسلام هو اللي ادانا نصرة، فتنسبها الى اله الاسلام، لكنه الواقع انه ما ترى ليس نصرة، ما ترى هو شر. اوكي، وبعدين يرجع بقى تاني لنقطة داعش، يقول لك يعني الكلام ده بيناسب قضية النهاردة بقى، ازاي تقولوا عليهم داعش؟ ليه بقى؟ عشان هو من وجهة نظره انه دلوقتي الحماس افضل من داعش، وانهم بيقوموا بالعمل الحق، وانه ده واجب عليهم وواجب على الجميع انه يناصرهم، لان ده بيناسب قضية النهاردة. لكن بالامس كنتوا بتدافعوا عن داعش، بالامس رفض الازهر وغيره، انه مازال إلى اليوم إنه يكفر داعش ويقول داعش أنا لا أستطيع شغلة، أنا لا أستطيع إني أكفر موحد بالله. أنتم مع القضية اللي تنصر وتنشر الإسلام، كل مرة يعني تكون في قضايا زي كده، هو ده اللي نستخدمه في الوقت اللي احنا فيه، مش كده؟ ألم نرى ذلك يتكرر في حرب العراق وفي وسوريا وما يحدث في ليبيا ومصر؟ حطوه بقى على جميع المستويات. خلينا نشوف
الفيديو اللي بعد كده، لأنه أنا مش عارفة إذا عندك الفيديو ولا لأ، القضية إسلامية. خلينا نشوف ده. هو ده أوكي. So, شيخ آخر في الغرب أيضا يقول أنه القضية إسلامية، أيما كانت قضية شعب فلسطين هي قضية إسلامية وقضية تهم الأمة العربية، هي مهمة، هي ما يؤرق نوم الأمة العربية كلها، لأن القضية إسلامية. من أول يوم لحد النهاردة وإحنا كل يوم بنحط لكم فيديوهات وبنديكم معلومات على من يقول، من هم خلف القضية الفلسطينية، من يستخدم الفلسطينيين الأبرياء علشان تكون القضية إسلامية، فنؤجج النار في الغرب، فيكون ده الباب المفتوح لينا إن إحنا نستقطب ناس من الغرب يقفوا معانا ويعضدونا، وبعد كده إحنا ننتصر عليهم بإيه بقى؟ هننتصر عليهم بالسلطان الإسلامي. انصرني دلوقتي زي ما كانوا بيعملوا مع المؤلفة قلوبهم، انتوا بقى دلوقتي الناس اللي بتمشي في المظاهرات دي ممكن يكونوا هم المؤلفة قلوبهم العصريين. أنت مستخدم من إناس يحكمهم إله الشر ويفسدوا في الأرض، دول المفسدين في الأرض. انتوا بتقولوا إنه على المفسدين في الأرض بقى الناس بتنظروا إلينا وتقولوا إن إحنا المفسدين في الأرض، ولكن الحقيقة إنه أينما وجد الإسلام وجد الفساد الروحي والقلبي دائما. القضية إسلامية والضحايا مسلمين وبقية الناس في الرجلين. في الفيديو القادم هنشوف الهدف بقى، الخطة بقى، أوكي، اللي يتكلم عنها المسلمين في النهاية. أنا جبت مثل واحد من قلب غزة دلوقتي، مش عارفة هو يعني واقف بيكلم مين بصراحة، أنا مش عارفة هو فين وبيكلم مين، ممكن يكون في الناحية التانية، لكن الهدف هي الخلافة والغزو وتكفير الناس وقتل الناس يعني حجب الحريات وتغيير شكل البلاد اللي هم عايشين فيها. شوف الفيديو ده. إن حضارة فرنسا والغرب حضارة كاذبة خاطئة، حضارة إلحاد وكفر، فهم يكرهون دين الله الحق، دين التوحيد. حضارتهم حضارة عهر وفجور وشذوذ، لهذا فهم يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا مكران الزم حدك، يا مكران الزم حدك، بالجهاد نهدم مسجدك، بالجهاد نهدم مسجدك. يا مكران يا خسيس، يا مكران يا خسيس، بكره راح نفتح باريس، بكره راح نفتح باريس. من المسجد الاقصى نقول لمكران عدو الله ورسوله، ابشر يا عدو الله ورسوله بالذي يسوءك، نحن على موعد مع خلافة راشدة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، تتحرك جحافلها بالتكبير والتهليل لاجتياح فرنسا وفتح روما، لتقيم فيها العدل وتنشر النور في جنباتها. قريبا يا ماكرون لنزيلن حضارتكم الفاسدة ولنطهرن الأرض من رجس رأس ماليتكم، قريبا بإذن الله نحكمكم بعدل الإسلام وحضارته العظيمة، ليدرك أهل أوروبا كم كانوا مخدوعين بالثورة الفرنسية. إن قريبا، يعني هم شفنا الهدف إيه؟ احنا جايين وهنغزو مش بس فرنسا وروما، وهناخد كمان جزيرة العرب، وهناخد ده. حط بقى كل الفيديوهات اللي انت شفت فيها الناس اللي بتتكلم من داخل منظمة حماس بهذا الشكل.
اللي عايز ياخد الجزيرة العربية واللي عايز ياخد مصر واللي بيهدد مصر واللي بيهدد فرنسا وأمريكا الكافرة وكل هؤلاء. الهدف هي الخطة الإسلامية لإقامة الخلافة والغزو الإسلامي. وبعدين يعمل إيه؟ الإسلام اللي يهاجم حضارة العهر والكفر هتعمل فيهم إيه بقى؟ حضارة العهر والكفر هتغزوهم وهتقتلهم. إن لم يصبحوا مسلمين فأنت عندك إيه؟ يا الإسلام يا الجزية، مش كده؟ يعني خيالات، هي خيالات واسعة شوية يعني، كتير حبتين تلاتة، ولكن القلب اللي ورده. أنا يهمني النهاردة إن اللي ورده وإن اللي ورا الرسالة دي تفتح عينيك أنت وإنتي، إن يكون في حياتك أنت وإنتي تغيير شخصي لمعرفة من تتبع. أنا لا أدين المسلمين في شيء، نحن لا ندين المسلمين في شيء، ولكن سيأتي يوم يسألك الرب: سمعت؟ شفت؟ افتكرت إن ده قلبي؟ أنا خلقتك علشان تكون لك حياة ويكون لك أفضل، أنا خلقتك لأني أحببتك، أنا خلقتك لتكون إنسان مفيد في حياتك وفي حياة الآخرين، أنا خلقتك لتكون ممثل لي. النهاردة أنا بقول لك: سمعت صوت الله النهاردة؟ الرب فتح عينيك على أنك تبقى عارف أنه لا يمكن يكون المتكلم في حياة هؤلاء إله، ولكنه إله الشر وفقط. النهاردة الكتاب بيقول: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. إحنا النهاردة كنا بنصلي من أجل إن الله يزيل الغشاوة عن عينيكم. نعم، هناك غشاوة على عينينا وعلى قلوبنا، أنا كنت فيها، الكثيرين منا النهاردة كانوا فيها. لم يزلها إلا محبة الله، لم يفتح عيني أنا إلا مغفرة الله، محبته ليا. عرفت إنه مش ممكن يكون إله الشر اللي أنا تبعته من سنين عمري، عرفت إنه مختلف، غير قلبي من الداخل، غير عيني. فأنا بصلي إن النهاردة الله يغير عينيك وقلبك وفكرك وحياتك، فتشعر بالسلام والفرح حتى وإنت في وسط الألم. في حاجة واحدة، فيديو آخر عايزة أقدمه لكم في الآخر النهاردة، وبعدين نتكلم عن كلمة الله العظيمة عن سلامه الحقيقي. خلينا نشوف الفيديو اللي أزعج الكثيرين من يعني محبي حماس. نشوف. الوضع صعب، لا تدخل مساعدات، ما في، المساعدات كلها نازله تحت، المساعدات ما بيجوا للامه ولا بيجوا للشعب كله. يا حاج كثير كثير بيوصل، اللي بيوصل إشي قليل وبيتوزع، هيك بيحكوا كله للبيوت إلهم. خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس، خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس. الست دي قالت الحقيقه، قالت اللي بيحصل. في فيديوهات كثيرة دلوقتي بتوري حماس بيطلعوا وياخدوا التركات بتاعت المعونة ويقفوا عليها بالرشاشات عشان يمنعوا الناس ان هم ياخدوها. اين القلب؟ اين القلب؟ انتوا بوظتوا حياة الناس دول علشان ايه؟ هدف مخطط واحد لنصرة الاسلام من ناحية عينيكم انتوا، لكنكم دمرتم شعب. كمان بتسرقوا حبة المية ولا لقمة الأكل اللي هتأكل العيال الصغيرة، ولا بطانية هتغطيهم في الشتاء. كمان ده النقطة التانية، إنه الست دي قالت الحق، قالت اللي ليها واللي عليها. يقوم بقى الـ يعني الـ مثلا واحد زي عبد الله رشدي يروح حطلنا كده تكست في على التويتر، يعني ايه، انت حر بقى فهمه زي ما تفهمه، يوجه فيه الكلام لهذه الشمطاء اللي بتتكلم ضد القادة والمنتصرين في حماس ومش عارف ايه،
وكان أقدر بك إنك تعضديهم يا شمطاء يا من كذا يا من كذا، تكست كله شتايم. فالناس بتسأله أنت بتتكلم على مين؟ هو طبعا بيوجه الكلام للست دي، بيوجه الكلام لواحدة زي الأستاذة داليا زيادة اللي هي شابة يعني، لكن في عيونهم هم ما ينعت به من يخالفه دائما. لازم يروح جامع كده شوية ستات مثلا بيتكلم على سحر الجعارة، الناس عرفت بقى في بقية التكست هو بيتكلم عن مين. طب أنا هركز على الست دي وأقول لك إن الست دي تدينك وتدين حماس وتدين القيادات الإرهابية وتدين الإسلام نفسه، لأنكم لا تروا إلا إله الشر وأنفسكم. هقف عند ده وصلي إن النهاردة الرب يلمس ويغطي الستات والأطفال دول الجعانين التعبانين اللي متبهدلين بسبب حماس وبسبب الإرهاب الإسلامي. بصلي يا رب حمايتك وغطائك عليهم، يا رب أنت اللي توفر كل احتياج، أنت اللي تعطي بسخاء، أنت اللي تلمس قلوبهم في اسم يسوع. اللي قدمته لكم النهاردة هي خطة الجهاد الإسلامي زي ما خرجت من أفواههم، من قلب القرآن وسنة محمد. والآن أنا عايزة أكلمكم عن قلب الله الحقيقي بآيات من الكتاب زي ما هي، هقراها لكم زي ما هي لتسمعوا قلب الله إله السلام الملك السلام نفسه اللي بيديك الرسالة دي النهاردة. اسمع، أنا مش هقول حاجة، اسمع أنت كلام الله، لأنه يولد لنا ويعطى لنا ابن يحمل الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ولا تكون نهاية لنمو رياسته والسلام الذي يسود إن يسودان عرش داود ومملكته. أشعية بيقول إلا إنه كان مجروحا من أجل أثامنا، مسحوقا من أجل معاصينا، حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا. هو بجراحه أبرأ جراحنا. النهاردة هو بيقدم لك نفس الرسالة، بيتكلم عن المسيح اللي مات علشانك، علشان أنت لا تموت في الخطية ولا تموت في الشر في اسم يسوع. أرميا بيقول كده، الله اللي بيتكلم بيقول لإني عرفت ما رسمت لكم، إنها خطط سلام لا شر لأمنحكم مستقبلا ورجاء. الإله الذي يرتب أمامك مستقبل في سلام ورجاء ومحبة هو يسوع المسيح. الآخر هو ما يضحي بك في سبيل أن يعلو هو وتعلو رايته. الله المسيح اللي جه وقال إنه أنا جيت عشان أخدمكم أنتوا فكونوا زيي. في متى بيقول كده، طوبى لصانع السلام فإنهم سيدعون أبناء الله. من يدعو أبناء الله هم زي إله السلام. تحب النهاردة تكون تدعى ابن الله؟ تحب النهاردة إنك تكون صانع سلام؟ لماذا دائما دائما نرفض مباحثات السلام، الكلام عن السلام؟ ليه؟ أي شيء يقودنا إلى طريق السلام، وخاصة في القضية الفلسطينية، لأنهم ليسوا أبناء الله وليست أفكارهم من الله. أنا بدعوك وبدعوك النهاردة أنك تقولي له، رب أنا عايزة أكون بنتك، عايزة أكون من صانعي السلام زيك. الله النهاردة بيفتح لك الباب أنه يعمل التغيير ده في قلبك، لأن اهتمام الجسد هو موت، وأما اهتمام الروح فهو حياة وسلام. هؤلاء يهتمون بأجسادهم، بحياتهم، بأفكارهم، بملء بيوتهم، بملء قصورهم، بالعيشة في تحت حماية قطر ودول الغرب اللي بيرتبوا إن هم بعد كده يغزوها. كم من هؤلاء بيعيش في هذه الحياة في الغرب ويهدد إنه يغزوها وياخدها ويغيرها ويأسلمها وكل ده؟ لكن ده مش قلب الله، لأن اهتمام الجسد موت، ودي النتيجة، دي نتيجة عملية.
هؤلاء يهتمون بما للجسد، حتة أرض، بيت، غنى، شكل، برستيج، اسم. لن يسيروا في طريق السلام، لكن أنت تقدر وأنت تقدري. ودائما التغيير يأتي من داخلنا، من فرد على فرد على فرد. في اسم يسوع ده يحدث في غزة، لشعب غزة النهاردة. الرب بيعلمنا أنه في كل وقت إذا كان ممكن نسالم جميع الناس، إذا كان ممكنا فما دام الأمر يتعلق بكم منك أنت، عيشوا في سلام مع جميع الناس. هل تسمع صوت المحبة من الله في كلماته؟ هل تسمع الفرق الكبير في الحياة اللي ممكن تعيشها مع الله الحقيقي وفي الحياة اللي عايشينها المسلمين اليوم بهذا الغضب والشر اللي ملأهم به إله الإسلام؟ الرب بيدينا فرصة إنه نتقدم إلى ما هو أمام، فبيقول كده: فلنسعى إذن وراء ما يؤدي إلى السلام وما يؤدي إلى بنيان بعضنا بعضا. عارفين الإنسان اللي لا يهتم بالشخص اللي جنبه، يعني قادة حماس إن لم يهتموا بشعبهم فهم أشرار وخارج نطاق فكر الله. الله بيبتدي بينا، فبيقول لك اسعى دائما للبناء، للي يبني غيرك، بس ابتدي باللي جنبك، واللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك يبتدي باللي جنبه. عندنا إله بيقول لك إنه انظر وشوف الآخرين كما أنا أراك. لما ربنا يفتح علينا على احتياج اللي حوالينا، على محبة اللي حوالينا، هتكون أنت كمان محبوب منه ومتغطي منه. هكذا يتكلم إله الحق، لأن الله ليس إله فوضى بل إله سلام، كما هي الحال في كنائس القديسين كلها. بصلي إن كنيستك، إن بيتك يبقى كنيسة مليئة بسلام الله، بصلي إن مجتمعك يبقى كنيسة، جسد الرب مليء بسلام الله وحكمته ومحبته وغفرانه. هو ده الاحتياج الحقيقي للإنسان لتكون إنسان سلام. إزاي الله يغيرك؟ عندما تعرف معنى الحياة وتملأك روح في داخلك، فتستجيب لدعوة الله في حياتك، فتستجيب لما هو محبة، خير، سلام، صلاح، حق. لأن الكتاب بيقول كده إن ثمر الروح هو المحبة، الفرح، السلام، طول البال، طول الأناة، اللطف، الصلاح، الأمانة. وصلي كل ده من أجل كل من قبل اليوم معرفة المسيح، من أجل كل مشتاق إلى أن يكون مع المسيح. نحبكم جدا ونصلي من أجلكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة ومواضيع جديدة في المرأة المسلمة. إلى اللقاء.